إبداع غير منتهي في مشوار النجم الدولي الجزائري ريان أيت نوري الذي أضاف اليوم لرصيده هدفا أنقذ به فريقه وولفرهامبتون من خسارة غير متوقعة وكان رفقاء الجزائر منهزمون إلى غاية نهاية الشوط الأول حيث تمكن مدافع الخضر الأنيق من افتتاح باب التسجيل لفريقه وتعديل النتيجة بطريقة رائعة حيث استلم كرة من ركلة حرة مباشرة ويصعد ايت نوري فوق الجميع ويضعها برأسه في مرمى فريق بيرلي مشعلا الفرحة لدى انصار ولفرهابتون وكما نرى في لقطة الهدف ايت نوري يتفوق على الكثير من المدافعين الذين لم ينتظروا تحليق ابن الجزائر عاليا للحاق بالكرة ووضعها في الشباك وبهذا يؤكد ابن الجزائر انه ليس مدافعا فقط بل يحسن اللعب في كل المناصب حتى الهجوم ويسجل الأهداف من كل الوضعيات وبكل الطرق وهو ما سيكون فرصة كبيرة لمدرب المنتخب الوطني لتوظيفها على أحسن ما يرام في المباريات القادمة بالتوفيق لابن الجزائر ريان آيت نوري